ندوة اليوم من أجل تقديم فيديو تحسيسي ثاني في حملة في إطار الحملة الرقمية عندي أمل لكي يقوم بأتلاف دولي لمنع تزويج الطفلات. والغاية اليوم هي التذكير أولا بالتوصيات اللي سبق تقديمها من خلال المذكرة الترافعية اللي قدمها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الاستمرار في الحملة الرقمية اللي قدمها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات من أجل التحسيس ورفع الوعي بمخاطر وآثار وعواقب تزويج الطفلات. طبعا الحال هذا العمل اللي يقوم به ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات من خلال 26 جمعية المنضمة ليه كيقوم به في جميع ربوع المملكة، وكيقوم إلى جانب العمل ديال التحسيس ورفع الوعي فهو كيقوم أيضا بالترافع من أجل حذف المقتضيات القانونية. هذه المقتضيات القانونية اللي هي في المادة 20، 21، و22 من مدونة الأسرة لابد على أنها تصاحب مقاربة شمولية من خلال الحذف في تمسن قوانين زجرية من أجل المنع والحد والضرب بيد من حديد على الناس اللي كيقوموا بهذه الجرائم اللي كنعتبرهم جرائم ضد الطفولة. وفي نفس الوقت لازم على أن المؤسسات المعنية والوزارات المعنية تعاون وتساعد من أجل أن الفتيات يكملوا الدراسة ديالهم، من أجل فرض التعليم الإجباري إلى غاية أو التكوين المهني إلى غاية سن 18 سنة. أظن على أن عدد من المؤسسات الدستورية كتحاول وكتأخذ مبادرات، ولكن في ظل غياب مقتضيات تشريعية لا كنظن غادي نبقاو كنتكلموا في نفس النقطة. وأنا كنعتقد على أنه مهما كان وبالرغم من تدخل المشرع لابد على أن هذه العملية التحسيسية أو الأنشطة اللي من شأنها رفع الوعي بمخاطر هذه الظاهرة لابد أنها تستمر. اللي رد المملكة بلا صوت بإحضار حرية عمرها بقى تنسى، كنت تهرس الواقع ورغبت في التعليم ولات لوحة بعيدة، باب كيتسد فصل من حياتها كمل قدام المستقبل غير مؤكد أما عمرها تنجح. في المغرب بزاف ديال البنات كيتزوجو صغار، ولكن هادشي تزوج بالضبط أقول بأن الحل ديال أو الحد من الظاهرة ديال تزويج الطفلات في بلادنا يمر حتما عبر واحد السياسة اللي فيها واحد الالتقاء ديال مجموعة القطاعات المتدخلة في العملية وفي المتدخلة بشأن الطفولة. الحد من تزويج الطفلات يمر عبر قطاع الأسرة، قطاع الداخلية، قطاع التعليم التربية، قطاع الشباب والثقافة والشباب، الإعلام، عبر الأوقاف كذلك، عبر التوعية والترشيد. الأمر ماشي قانوني محض، الأمر خص تشارك فيه جميع هذه القطاعات هذه بواحد السياسة عمومية اللي كتلبي واحد يعني تتلبي يعني هذه النضالات ديال المجتمع المدني، وكذلك الحاجة لواحد المغرب اللي كننشدوه كاملين اللي هو مغرب يعني النموذج التنموي، مغرب اللي الطفلات ديالو اللي هما نساء الغد يكونوا مشاركين في القطيرة ديال التنمية.